وسرقة لممتلكات أهالي المنطقة ولا تزال عنده غازن هرمك أو لا أغا أو هرمة أو لا كسر بيجن أو هرمة كشتني عبد الغني أوسو رئاسة المدركة للقطاع الحسكة. طبعا المسيرة التي قمنا فيها الإعلان عن التصريح التي أعلن عنها اليوم هي تصريح ضد التدخل التركي في شمال وشرق سوريا. ذهاب أردوغان إلى أمريكا هي بغرض وقوف أمريكا إلى جانب الدولة التركية، لكن نحن نعلم جميعا أن القوى الموجودة في أمريكا والقوى الموجودة في العالم، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية جميعها، جميع الأناس الشرفاء في العالم يقفون ضد هذا التدخل التركي في شمال وشرق سوريا ويقفون ضد التدخل التركي في هذه المنطقة. لذلك نحن جئنا إلى هنا نندب ونستنكر هذا الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا.